تحية إلى مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك. معكم عبدالله بعلبكي وزميل محمد الشيخ من القطاع الشرقي لجنوب لبنان. نبدأ هذا البث المباشر بالمقال الذي حصد قراءات واسعة في إسرائيل. نتحدث في فلسطين المحتلة بالأحرى عن مصادر سياسية نقلت عن قادة بالجيش الإسرائيلي طلبوا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجيه ضربة قاسية لحزب الله وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على الاستهدافات المباشرة والإصابات المؤكدة التي حققها حزب الله في شمال فلسطين المحتلة والخسائر الكبيرة التي مني بها الجيش الإسرائيلي. إذن الخبر الذي وصلنا منذ قليل هو نقلا عن الصحافة العبرية التي قالت أن قادة من الجيش الإسرائيلي هددوا أو طلبوا من نتنياهو بتوجيه ضربة قاسية ومؤلمة لحزب الله وطلبوا تحديدا توجيه هذه الضربة إلى ضاحية بيروت الجنوبية. هذا بالمقابل كان هناك هجوم من عدة إعلاميين إسرائيليين على بنيامين نتنياهو وأيضا من المعارضة الإسرائيلية التي طلبت منه عدم التوسع في هذه الحرب، عدم توسيع رقعة الاشتباكات بالأحرى وعدم إدخال إسرائيل في أي حرب مع حزب الله، لأن إسرائيل نفسها لم تحقق أي انتصار بري في قطاع غزة رغم بدء أو رغم المدة الزمنية اللي كان فيها الحرب على غزة وصار إلى أكثر من شهر. فبالتالي إسرائيل رغم كل الوعود التي أطلقتها لشعبها لم تستطع بعد تحقيق أي انتصار على الأرض البرية أو على الأقل تحقيق الهدف الأكبر من المعركة وهو القضاء على حركة حماس اللي سجلت انتصارا كبيرا بعملية طوفان الأقصى بسبعة أكتوبر. أمامنا هذا هو المشهد الميداني من القطاع الشرقي لجنوب لبنان. عم نشوف أمامنا هذه اللقطات المباشرة عبر صوت بيروت انترناشونال. هناك تطورات في القطاعين الأوسط والغربي، قصف لأطراف النقورة، بينما استهدف موقع المطلي في شمال فلسطين المحتلة، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صاروخ ثان مضاد للدروع في الجليل الأعلى، فيما أعلن الإعلام الإسرائيلي أن القيادة السياسية في إسرائيل طلبت من المستوطنين في مسكاف عام منارة يفتاح وملكية عند الحدود بالدخول فورا إلى المناطق المحمية حتى إشعار آخر. في هدوء تام بالموقع اللي نحن متواجدين فيه ومطل على كل البلدات الحدودية بالقطاع الشرقي لجنوب لبنان. بهيدا الوقت صار أو أصدر بيان عن المقاومة الإسلامية، قال هذا البيان: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية من منتصف ليل الاثنين موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه. وبيان آخر أيضا أصدر عن حزب الله: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الثلاثاء أي اليوم نقطة تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة. إذن هذا بيان جديد لحزب الله، فيما تعرضت منطقة مركبة لقصف إسرائيلي أيضا منذ وقت قصير، كما تعرضت منطقة تير حرفة أيضا لاعتداء إسرائيلي
المعلومات تتحدث عن إصابة منزل في مركبة، لكن بدون تسجيل أي إصابات. في القراءة السياسية وفي متابعتنا الدائمة لما تكتبه الصحافة العبرية، هناك هجوم مستمر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهناك دائما محاولات أو هناك دائما رسائل نقدية لاذعة توجه إلى نتنياهو. هذه الرسائل تحمله مسؤولية فشل الاستخبارات الإسرائيلية بالتعامل مع عملية طوفان الأقصى أو بكيفية مواجهة هذه العملية التي قامت بها كتائب القسام. هناك حديث أيضا في الإعلام الإسرائيلي عن اقتراح كنا سمعنا به أمس عن هدنة إنسانية يمكن أن تنفذ ما بين إسرائيل وكتائب القسام لمدة 5 أيام. بهؤلاء 5 أيام ممكن يصير حتى في تبادل للأسرى، وبطبيعة الحال ممكن الجبهة الجنوبية تتأثر بهذه الهدنة، وممكن أنه يكون في هدوء كامل، وهيدا اللي منتمناه على هيدا الجبهة بشكل مستمر. يبدو هلأ صار في ضربة أخرى بالمنطقة اللي نحن متواجدين فيها بالقطاع الشرقي لجنوب لبنان. إذن سمعنا صوتين لضربتين، ربما لم نحدد بعد، هي ضربة ثالثة كمان بالقطاع الشرقي، ضربة رابعة. إذن منذكر مشاهدينا الكرام، عم ننقل لكم هيدا البث المباشر من القطاع الشرقي لجنوب لبنان. يبدو أن الضربات عادت وتجددت بهيدا الأثناء، عم نسمع عدة ضربات متتالية. صباحا تم استهداف مستوطنة المطلي، ورد الجيش الإسرائيلي على الموقع الذي أطلق منه الصواريخ، ويبدو أنه الضربات بعد مستمرة حتى اللحظة، بدأت منذ وقت قصير وما في فوارق زمنية كبيرة بين ضربة وضربة عم نسمعهم بهيدا الوقت. رح نتابع مشاهدينا الكرام طبعا نقل الصورة بشكل مباشر طبعا من أكثر من قطاع. رح يكون معكم كل الزملاء من صوت بيروت انترناشونال لمتابعة آخر التطورات الميدانية من القطاع الشرقي لجنوب لبنان. كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ.